أعزائنا ومتابعينا على شاشة نورسات وتليلومير وصفحتنا نورسات جوردان، بنصبح عليكم ونقولكم صباحكم نور. أنا والأب جورج شرايحة معكم لمدة ساعة في البرنامج الأسبوعي صباحكم نور، بنتحدث فيه أنا وأبونا من القلب إلى القلب لإلكم، نتحدث في أمور الكنيسة وأمور الساعة، وأيضا نأخذ الزاد الروحي والكلمة الطيبة، ونأخذ شيء هيك يعطينا أمل وحياة وأمل ورجاء وفرح نتحمل هالحياة ونتحمل الصعوبات اللي منمر عليها، نتحمل الضغوطات الحياتية اليومية اللي بتمر علينا وبتمر على حياتنا. فصباحكم نور، واليوم الحلقة عن القلب يسوع، وهذا الشهر شهر 6 مكرس لعبادة قلب يسوع الأقدس. هلا رح نيجي عليه الموضوع ونحكي بخصوص هذه العبادة والصلوات، لكن بالبداية بدي أتلو معلش بعد إذنك أبونا، بدي أبلش طبعا بالصلاة لقلب يسوع قلب يسوع الأقدس اللي بتقول فيها، وأظن بعتقد أنه في ناس كتير من متابعينا على نورسات بيتابعوا هذه الصلاة وبيصلوها مثل المسبحة الوردية، لأنه هي نفس المسبحة الوردية لكن تتلى الحبات بطريقة مختلفة. فبداية يا قلب يسوع حبيبي زدني حبا لك، يا يسوع عفادية إليك أسلم قلبي، فضعه في قلبك فإني لا أريد أن أعيش إلا فيه، فليكن قلبي قربانا لك يا يسوع، لك أقدم هذه المسبحة لأستحق مواعيد قلبك الأقدس. هاي بحكوها قبل الصلاة المسبحة، وعلى الحبات الكبيرة بدل الأبانة تتلى الصلاة التالية: أيها الآب الأزلي، إني أقدم لك دم سيدنا يسوع المسيح الثمينة للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. وعلى الحبات الصغيرة العشرة اللي عوضا عن الصلاة تاعت السلام عليك يا مريم، بقول يا يسوع الوديع المتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك، وعن المجد يا قلب مريم الحلو كن خلاصي. وبعدين بكرسوا الصلاة لقلب يسوع الأقدس، فيا يسوع اجعل قلبنا مثل قلبك. أمين. يا يسوع الوديع المتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك. آمين. بداية طبعا في عتاب عم بيوجهوه لنا المتابعين على صفحة النورسات، قال كنتوا تصبحوا علينا فردا فردا بالاسم، وهالمرة بطلتوا يعني مش عم تذكرونا. فقلنا لهم لا لا لا، طبعا انتوا الأساس، وانتوا من أجلكم احنا عاملين هذا البرنامج، وعم نطلع كل يوم 3 الساعة 9 بنكون متواجدين في المكتب بالاستوديو عشان نطلع عليكم ونصبح عليكم ونحكي مع بعض، لأنه هذه الطريقة الآن الواحد يتواصل مع الآخر. فمنصبح على كل اللي على المباشر على صفحتنا، ومنقول لا فادية تادروس صباح الخير، صباحك نور، وهنا إشحادة، ولولو كرم عقل صباحك نور من رعية مرشربل، وهلدا زيادات يومكم مبارك وسعيد، وأنت أيضا يا هلدا، وأحمد شرايحة صباحك نور، وسمر حداد، وهلدا زيادات بكتبت لنا بركاتك يا رب على كل من يشعر بالألم، امنحهم موفور الصحة والعافية والحماية بشفاعة والدة الإله القديسة مريم العذراء أمنا الحنونة. آمين يا هلدا يا حبيبتي. أمل سلمان صباحكم نور من قلب يسوع نبع الحنان، يغمر قلب أبونا مجدي وعائلته بالصبر، وليكن مع الأبرار والقديسين وذكره مؤبدا. الله يرحمه لابنه لأبونا مجدي علاوي ماثيو يس، توفى رحمة الله عليه بجريمة، يعني تعرض لجريمة قتل بعد أو خنق أو شيء، فالله يرحمه. في صلاة بعتقد راح تقام بقيمة يوم السبت في جبل عمان،
أبونا جوزيف سويد اللي أقام القداس وأبونا نادر صوق، مع أبونا نادر صوق ألف رحمة عليه. وأبونا مجدي علاوي إنسان رائع جدا بعطائه بمحبته للناس، وأيضا يعني بصراحة هذا ألم كبير وصليب كبير رح يتحمله بفقدان ابنه، لكن نحن أولاد الرجاء دائما، وأكيد رح إن شاء الله نقوم كلنا على مجد ربنا. سامر قنصل بالتوفيق يا رب. ونازي هنا وسوسن سماوي دبابني وفداء مصلح ومروان الصايغ صباح الورد من أريزونا من أمريكا. أهلاً أهلا وسهلا كل أهل أمريكا. شو مصحيهم قاعد. ورائد زيدان أيضا معانا، وجاكي حرب صباح الخير من لبنان لأهل الأردن الأحباء، يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا، من الأردن، من فلسطين، من لبنان، من سوريا، من العراق. نورسات منتشرة بكل العالم، فنحن نورسات عالمية صارت، وهي المحطة المحبوبة من عند الجميع. منصبح عليكم جميعا. أسامة دحدل ومجد البير، امتلأ قلبي رحمة وحب لأني حصلت على كل الرحمة والحب من قلب فادي. يا مروان الصايغ كمان، وإيفون حتر إنفادي الوالدة عم بتشوف أكيد، ربا أختي ربا سمعان، استبان جاي من أمريكا أيضا عم بتشاهد الحلقة، وهي دائما بتتابعنا في من أمريكا، فمنحييها ومنقولها صباحك نور. ويا إنفادي صلواتك، أنت بتحبي دائما الصلاة بقلب يسوع الأقدس أيضا مع المسبحة الوردية، فصباحكم جميعا صباحكم نور. ولارا ريان is watching كمان، وهايل وفريق المصري، وأبو أمير المومني وسعد الصناع. ورح نيجي بعدين على البقية الأصدقاء، بس عشان ما ياخذنا الوقت ونخلي أبونا فرح يصبر أكثر، فمنصبح عليكم شخصيا واحد واحد وفردا فردا. ورجاء إذا في أي أسئلة بليز اطرحوها واكتبوا لنا إياها، راح اليوم أنتبه على الأسئلة اللي عم توردنا، بس أحيانا كتير بنجاوب على الأسئلة من دون يعني ما نطلع عليها، بس بنجاوب على أسئلتكم اللي بتطرحوها على الصفحة. اليوم الحلقة عن قلب يسوع الأقدس، لأنه شهر 6 مكرس لعبادة قلب يسوع الأقدس، والآن أبائنا الكهنة راح يفسروا لنا لماذا هذه العبادة ظهرت والهدف منها، وأيضا أخبارنا اللي دائما نطرحها بكل بداية حلقتنا طبعا موجودة على صفحتنا على النورسات، لكن هيك شوي بنستعرضها. يعني في محطة برنامج قمنا فيه اللي هو برنامج وثائقي عن مدينة المفرق، والمدينة المفرق موجودة بشرق الأردن، وهي من المحافظات التي ترعى الوجود المسيحي منذ القرن الثاني الميلادي. على فكرة هذا التقرير جدا رائع، ورح تتفاجأوا منه إنه في عنا بهذا بالأردن هاي الأثار الموجودة في مدينة المفرق. ممكن في كتير من الأشخاص ما بيعرفوا هاي المدينة وما عمروا زاروها، لكن بيسمعوا فيها، خاصة عنا كمان بالأردن أو من دول أخرى. لكن بهذا التقرير مدينة المفرق وما تحويه رح تتفاجئوا إنه فيها الأثار الكثيرة من الحضور اللي بتوثق الحضور المسيحي في هذه المنطقة. موجود على صفحتنا موجود على صفحتنا نورسات جوردان. وأيضا في تقرير عن الأب حكمة حدادين ودعته الرعية وتقاعد بسبب السن القانونية، واستلم محله أبونا سليم حداد. سليم حداد نتمنى له كل الحب. وزار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني كنيسة القديس جورجيوس في مادبا. على كنيسة القديس جورجيوس في مادبا عندنا احنا مقامين للأرثوذكس واللاتين اللي الفرنسيسكان اللي قائمين عليهم، فعندنا مونت نيبو الصليب النحاسية الحي النحاسية هذا تبع الفرنسيسكان، وفي أيضا أقدم خارطة موجودة في
كنيسة الروم الأرثوذكس. حلو مسمين الأطار. نعم، والخاوطة الوحيدة بالعالم عند الروم الكاثوليك كمان، اللي بتحوى كل المناطق اللي نحكى عنها الكتاب المقدس. هذول الكاثوليك دائما مهضوم حقوقهم، ما بنحكي عنهم. لا لا، وحين أنا محامي محامي عنهم أنت بوجودك. الكنيسة الكاثوليك كمان بمادبا، فعندك ثلاث كنائس. نعم. كنيسة الكاثوليك فيها برضو خارطة في الفسيفسائية، وتم بتذكر إنه تم. نعم. ترميمها. نعم، برعاية السفير الفرنسي والجمعية الكاريتاس. نعم، وأيضا عملنا تقرير عنها يعني. بالضبط. إن شاء الله الأسبوع القادم من نستعرض التقرير. وأيضا كمان في كنيسة الروم الأرثوذكس أقدم خارطة، وأيضا عملوا عليها تعديلات وترميمات للمكان. وطبعا بالحلة الجديدة كنيسة مونت نيبو اللي هي مقام النبي نموسى، ما كان وجود الحية النحاسية، عملوا أيضا كنيسة جدا رائعة على الطراز الحديث، لكن محتفظين طبعا بالأثار، لكن بتدخل بتشوف يعني كليات وأزاز وستينس ستيل، بتلاقي على الحفاف بطلت المناظر اللي كانت بالزمانات الحديد، غواتم المصدي والمطحواج. والدرج الحديد أنا ما شفتها، الصيانة الجديدة يعني كتير ما شفتها. رائعة، رائعة جدا يعني. اللي موجود بالأردن إذا بيحبوا يروحوا يزوروا مونت نيبو، جدا رائعة الكنيسة. وأيضا راعي قدس الأب بطرس حجازين، راعي كنيسة القديس بطرس الرسول في جبيها التابعة للعاصمة عمان، احتفال روضة 30 جبيها. هلا صار في حفلات التخريج. سمعت يا أبونا كيف كان تخريج التوجيه السنة؟ هذول الحفلات اللي بيقاموا كان بالسيارات. بالسيارات، بالسيارة قال بتدخل درايف ثرو وبيكون المدير والهاد بيسلك الشهادة بالسيارة. تخيلي. معقولة؟ نعم، حتى جيت حتى بحكي لأحد المدارس يعني أحد المدراء، بقول له إذا فينا نصور، بقول بلا من هالمنظر يعني، بس إنه إنش عن جد شيء مؤلم. وين احتفالات التخريج والتلاقي السيارات والزمامير والبلاد فرحانين والبنات بهالفساتين الحلوة اللي لابسينها يعني؟ كيف بس راجعين راجعين إن شاء الله. إن شاء الله هاي جائحة كورونا تنتهي هذا العام، لكن هلا خلص بشهر 9 رح ترجع الحياة، المدارس والجامعات رح يصير التعليم وجاهي. هذا رجعنا إن شاء الله. إن شاء الله. فهذا موضوع التخريج. وبالنسبة لبلاش ننط عن أخبار تانية، عظة بطريرك القدس بيير باتيستا نحن بنحطها كل أسبوع، العظة موجودة على صفحتنا قبل يوم السبت والأحد لمن يستطيع أو من يريد القراءة. وأيضا البابا وكلماته دائما بتعطينا الأمل والحياة، كلمة الحياة الأسبوعية اللي بيحكيها قداس البابا فيها كتير معاني رائعة. ومنرجع منقول قدس الأب فرح حجازين اللي هلأ راح نكون في اتصال معاه. شباب جهزوا الاتصال، بلاش ننطر. أبونا فرح حجازين احتفل بمرور 50 عاما على رسامته الكهنوتية. طبعا أنا بستعرض، أنتم ممكن هاي الأخبار سمعتوها الأسبوع الماضي، لكن هذه التقارير والتصوير اللي بيحب أنه يشوف شو صار بالحدث خاصة من خارج الأردن واللي ما حضر الاحتفال، وأيضا تم بثه على نورسات. نعم. وأين كمان في عنا بعنجرة كمان تقرير كتير حلو عن عنجرة، اللي هو الاحتفال اللي صار بعيد سيدة الجبل، وهو طبعا زي ما بتعرفوا أحد مواقع الخمسة للحج المسيحي في الأردن. صح أبونا؟ على قلبك يا رب. وأيضا هناك رسامة الشماس الإنجيلي نديم عادل من كنيسة القديسة كاترين الرعوية في بيت لحم، إعداد هذا التقرير المصور إعداد مندوبتنا بالأراضي المقدسة مارلين الحدوة. وأيضا الأرثوذكس احتفلوا بعيد العنصرة، وسيدنا المطران خريستوفوروس عطل ترأس احتفال ضخم في هاي المناسبة. وأيضا كمان القداس الاحتفال اللي صار من أجل السلام في الشرق الأوسط، اللي قداسة البابا فرانسيس أرادوا أنه كل الكنائس في الشرق الأوسط أنها تتوحد بصلاة واحدة يوم الأحد، وسب الليل كان كمان لأنه تكريس هذا الأحد من أجل الصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط. شكرا للبابا قداسة البابا اللي لسه يعني الشرق الأوسط في قلبه. نعم. يحمله وأينما اتجه بضل يصلي للصلاة الشرق الأوسط. فكان في صلاة جدا رائعة وعملنا تقرير عليها. وأيضا الصلاة ستبث على شاشة النورسات يوم الجمعة القادم إن شاء الله.
وأخبار أخرى بدناش نطول كتير على الأبونا فرح. نحكي للأبونا فرح صباحك نور. صباح النور للجميع. هلا كيفك يا أبونا؟ الحمد لله بخير، وإحنا مسرورين جدا بهذا اللقاء الأسبوعي. الله يسعدك يا رب، وإحنا دائما بشوق لنسمع كلمة منك تعطينا هالزاد الأسبوعي هذه، ونضلنا نحمله في قلبنا للأسبوع القادم للموعد الجاي. ربنا يقدر لنا نحكي بمشيئته. الله يقويك يا أبونا. الله يقويك. الله يقويك أبونا. هذه العبادة عبادة قلب يسوع الأقدس. لما الناس بتسمع كلمة عبادة وبتقول من وين جبتوا هاي العبادة، وكيف الكنيسة خرجت فيها، ولماذا رأت أنها مهمة في حياة المؤمن المسيحي؟ تعطوها وكرسولها شهر، وكرسولها شهر زي شهر مريم. كمان المريمي أيضا. بس هو العبادة هذه للكنائس اللاتين كاثوليكية. نعم، فتفضل أبونا تعطينا الزاد اليوم. الزاد على كل حال، ما أجمل أن يكون لنا مكان في قلب يسوع المحب، وما أجمل أن يكون ليسوع مكان أيضا في قلبنا اللي قابله محبة بمحبة. نعم. عبادة قلب يسوع انتشرت بعد ظهور السيد المسيح للقديسة مارغريت ألاكوك سنة 1675 في باريس. نعم. عندما قال لها مشيرا إلى قلبه: هو ذا القلب الذي أحب البشر، ولا أرى منهم من معظمهم سوى الجحود بما يبدونه من الاستخفاف بسر هذا الحب، سر القربان الأقدس. وقد جعل البابا بيوس الحادي عشر سنة 1929 عيد قلب يسوع من أعظم أعياد السنة. فيه يقوم المسيحيون بواجب التعويض نحو القلب الإلهي، وكذلك أصبحت أول جمعة من كل شهر عيدا شهريا لقلب يسوع، يقوم فيه المسيحيون بواجب التعويض نحو القلب الإلهي. في هذا اليوم سوف نتحدث عن حب يسوع القائم بين الله والإنسان في ثلاث نقاط: حب يسوع لنا، ثانيا حبنا ليسوع، ثالثا مواعيد قلب يسوع. أولا حب يسوع لنا. في العهد القديم لقد تجلت محبة الله للإنسان منذ القدم حتى قبل أن يتجسد المسيح. إن أجمل ما قيل عن محبة الله لنا ما جاء في المزمور 102: باركي يا نفسي الرب، ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس. هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفي جميع أمراضك، يفتدي من الفساد حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، يشبع شيبتك خيرا فيتجدد كالنسر صباؤك. الرب رؤوف رحيم، طويل الأنا وكثير الرحمة، بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظمت رحمته على الذين يتقونه. كرأفة أب رأف الرب بالذين يتقونه، لأنه عالم بجفلتنا وذاكر أن التراب. بارك يا نفسي الرب. كذلك نقرأ في سفر أشعياء عن محبة الله لنا. قالت صهيون: قد خذلني الرب ونسيني السيد. أتنسى المرأة مرضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ ولكن لو أن هؤلاء نسينا لا أنساك أنا، أنا ذا على كفي رسمتك. وكذلك نجد في نبوة هوشع: كنت أقودهم بأوثقة البشر وربط الحب، وكنت لهم كمن يرفع مرضعا إلى وجنتين. وأما في العهد الجديد فقد تجلت محبة الله لنا في المسيح، كما يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى: الله لم يشاهده أحد قط، لكن محبته ظهرت فيما بيننا لما أرسل ابنه الوحيد للعالم لنحيا به. لا أن نحن أحببنا الله، بل هو نفسه أحبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا. ويضيف: وكما يجب للمسيح بقوله: ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل الحياة عن أصدقائه، وها هو يبذل نفسه من أجلنا بقوله وفعله: هذا هو جسدي الذي يبذل لأجلكم، هذا هو دمي الذي يراق لمغفرة الخطايا، ليكون بذلك قدوة لكل بار متألم. لو لم تصلب لكان يجب أن تصلب يا يسوع، وإلا فكيف لنا أن نفهم ألام الأبرياء؟ لو لم تبكي لكان يجب أن تبكي يا يسوع، وإلا فكيف لنا أن نفهم دموع الأبرياء؟
لو لم يسفك دمك لكان يجب أن يراق هذا الدم، وإلا فكيف لنا أن نفهم ولماذا تهرق دماء الأبرياء؟ لو لم تصلب بين لصين لكان يجب أن يجدوا أثما تصلب بينهم، وإلا فكيف لنا أن نفهم حياة البار الأليمة بين الخطأ في هذه الدنيا؟ والآن هلموا إلى جبل الجلجلة، تأملوا يسوع معلقا على خشبة الصليب ينازع بين لصين، جسمه متخن بالجراح، رأسه مكلل بالشوك، يداه ورجلاه مثقوبتان بالمسامير، جنبه مطعون بالحربة. تأملوه فاتحا يديه ينادي: أنا عطشان إلى حب كل واحد منا. ثانيا، حبنا ليسوع، إن محبة الله أكيدة لنا، لكن هل محبتنا أكيدة له؟ إن محبة المسيح تمر بالمسيح المتجسد في كل إنسان. لهذا السبب يقول يوحنا الحبيب: إن نحن أحببنا بعضنا بعضا أقام الله فينا وكانت محبته كاملة فينا. إن جحود الإنسان الحب الإلهي هو أكثر ما يؤلم المسيح، أن يعطي الإنسان أمر جيد لكن أن لا يجد من يقول له شكرا شيء مؤلم، أن يخدم الإنسان أمر صعب لكن أن لا يجد من يقدم الخدمة شيء صعب، أن يتألم الإنسان من أجل أحبائه شيء أليم لكن أن لا يجد من يقدر الألم شيء يضاعف الألم، أن يضحي الإنسان بحياته من أجل أحبائه شيء بطولي لكن أن لا يجد من يثمن هذه التضحية فهذا ألم فوق كل ألم. ثالثا، مواعيد قلب يسوع. لقد وعد يسوع المتعبدين لقلبه بظهوراته للقديسة مارغريت ماري ألاكوك بأن من يقوم بتخصيص أول يوم جمعة من كل شهر للقلب الأقدس لتناول القربان الأقدس وممارسة أعمال التقوى بالحصول على مواعيد سيدنا يسوع المسيح، وقد لخصها المخلص بالتالي: أولا، أهدهم النعمة اللازمة لحالتهم، أضع السلام في عيالهم، أعزيهم في ضيقاتهم، أكون ملجأهم الأمين في حياتهم وخاصة في مماتهم، أسكب بركات وافرة على مشروعاتهم، يجد الخطأ في قلبي ينبوع الرحمة غير متناهي، تحصل النفوس الفاترة على الحرارة، ترتقي الأنفس الحارة إلى قمة الكمال، وبارك البيوت التي تعرض وتكرم صورة قلب الأقدس فيها، أمنح الإكليروس موهبة يلينون بها القلوب الأشد صلابة. من نشر هذه العبادة يكون اسمه محفورا في قلبي لا يمحى أبدا. وهناك ما يسمى الوعد الكبير. الوعد الكبير يقوم بما يلي: من يتناول أول جمعة من الشهر مدة 9 أشهر متتالية فإن رحمة قلب العظيمة تمنحه نعمة التوبة الأخيرة، فلا يموت في حال الخطيئة ويقبل الأسرار المقدسة ويكون له قلبي ملجأ في الساعة الأخيرة. يا يسوع الوديع ومتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين. شكرا يا أبونا، شكرا على الكلام الطيب وهالنعم اللي عم ناخدها من جراء عبادة قلب يسوع الأقدس، يعني رائع. في ناس كتير بتداوم على هاي العبادة، وكل جمعة أول جمعة من الشهر يعني بتلتزم، حتى ممكن بيلتزموا أكتر من الأحد إنهم يصلوا يوم الأحد، بيلتزموا إنه أول جمعة من الشهر إنه يصلوها، فلمدة 9 أشهر بقول لك أبونا، إن 9 أشهر من السنة يلتزموا متتالية، يعني ما يقطعوا يعني جمعة مثلا من الشهر، لأنه عندنا 12 شهر، إنه 9 متتالية بياخدوا هالنعم إنه يموتوا على إذا الميتة الصالحة وقبول الميتة الصالحة. نعم، قبل وفاتها. حلو حلو. آمين آمين. سلم لسانك يا أبونا. شكرا يا أبونا، شكرا كتير، شكرا، شكرا وصباحك نور يا رب، وربنا يبارك الجميع. آمين يا رب. شكرا إليك. فبتذكر يعني وإحنا كمان
انه كنا صغار دائما ونضلنا متابعين انه كل اول جمعه من الشهر نروح نصلي لقلب يسوع الاقدس، اول جمعه من الشهر بسموها ونتناول. وحتى بتذكر كمان انه اللي صارت هاي نهفه هيك نكته، صارت حتى امي اذا قاعده عم تطلع او عم تحضر راح تتذكرها. اجت يوم من الايام ثلج، من يوم جمعه اجت ثلج وثلوج، امي وانا كنت صغيره يعني عمري يدوب 12 سنه 13 سنه، فامي بتحكي لي بتقول لي ما فيش الدنيا ثلج الكنيسه مسكره، بقولها لا قلب ما بدي اقطع 9 اشهر يعني ما بديش يضيع علي اسبوع واحد من الاشهر لانه لازم متتاليه انه ماخذين هذا اللي كان الفكره. وثلج ورحت على الكنيسه مشي، بتذكر طلعت على الكنيسه مشي وعشان اوصل الكنيسه، واول ما وصلت الكنيسه لقيت شو الثلج يعني على باب الكنيسه وما فاتح الابون، وانا ادق على باب الكنيسه انما الاعمال والنيات كل امرئ ما نوى. ماشي وانا زعلانه يعني راحت علي الصلاه انه ما في صلاه وهيك، ووقتها مرضت مرضى مرتبه. وبعدين اجت امي وحكت للابونا يا ابونا كيف بتسكر لها ثلج يا ام فادي ما بصير يعني انه ثلج، فعادت تحكي له هيك صار باسي ما حكى لها، حكى لي كانك اجيتي وصليتي يعني انه اعتبري انه هذه محسوبه إليك مش انه فراغ، انه كانك اجيتي وصليتي. فناس اوقات يعني بيلتزموا بهذا الشيء، يعني بحس انه الكنيسه اوقات بتعطيهم شرط او انه بتشرط عليهم او بتعطيهم التزام قانون. اذا عملت هيك تنال هيك، اذا عملت هيك تنال هيك، يعني بتلزموا فيه لانه احنا دائما هيك لازم دائما يكون في محفزات عشان نقوم بالفعل، فما بنقوم في اوكي عندي والله اذا انا اخذتها 9 مرات متتاليه انا بضمن انه اموت على 100 الصالحه او اكون اخذ ال ومين كل إنسان بعتقد مؤمن يتمنى أن تكون نهايته 100 صالحة. نعم. فهذا اللي حكى عن أمونا تذكرني بالقصص القديمة. نعم. هو في موضوعين بحب دكتورة إذا بسمحي لي أكيد أنوه لهم هلأ مشان الناس ما يعني هيك يختلف عليهم الموضوع. نعم. هلا بداية احنا بنحكي الكنيسة الكاثوليكية يعني الفاتيكان. نعم. يعني قداسة البابا وكل الكنائس منذ تأسيس قديس بطرس اللي اليوم نحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس، كل عام هم بخير خصوصا أبونا بطرس حجازين لازم نعيده عيد شفيع. صحيح بطرس. نعم. يعني وكنيسة أبونا نبي الحداد كمان وكنيسة الحصن كمان باسم الرعية كل عام أنتم بخير جميعا. إنه الكنيسة الكاثوليكية لما الكنائس ذات الطقس الخاص والشرع الخاص تبعت للفاتيكان، الفاتيكان طلب أن تبقى محافظة على خلينا نحكي على تراثها. نعم. تقوياتها. نعم. والأعياد اللي بتحتفل فيها، ولكن من الناحية القانونية هي تتبع إلى الكرسي الرسولي إلى. نعم. الفاتيكان. هلا ما عدا الكنائس اللي احنا سميناها بحوض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط كنائس اللاتين، لأن اللغة اللاتينية لغة القداس الكاثوليكي الأصلي هي اللغة اللاتينية، فعشان يميزوا يعرفوا إنه هدول إيش رئاستهم المباشرة وهون مين رئاستهم المباشرة، مشان هيك الأعياد القانونية في الكنيسة الفاتيكان الكاثوليكية هي ملزمة لللاتين مش ملزمة مثلا للروم الكاثوليك. نعم. لذلك مثلا عبادة قلب يسوع الأقدس أو الأعياد هاي هي برزنامة الفاتيكان الكنائس الكاثوليكية بتعرفها، بس إحنا ككنائس روم كاثوليك ما بنعرفها هاي. نعم. التقويات خلينا نسميها التقويات هي الأفعال الروحية الأقل من السر. نعم. يعني فهمتي كيف الممارسة هذه المسابح والتلاوة جميع التقويات العبادات هاي كلياتها تسمى هاي تقويات. نعم. الموضوع الثاني قلب يسوع الأقدس وهو الموضوع الرئيسي، يعني مسبحة الرحمة هذه لا تتلى في كنائس الكاثوليك. احنا تاعت الرحمه اللي هي بنصلي اغفر لي انا عبدك الخاطئ ايها الرب يسوع المسيح اغفر لي انا عبدك الخاطئ، هاي المسبحه اللي هي نفسها اللي عند الارثوذكس
اللي بتكون 33 حبة أو 99 حبة. آه أنتوا بس المسبحة الوردية ما في. بتشاركوا الأرثوذكس في مسبحتهم. بالضبط. بس اللاتين مسبح الوردية ومسبحة الرحمة. مش ملزمة بس إحنا ككهنة بنشجع الناس. وما عندكم أنتوا إنه تحضروا 9 مرات الأول جمعة. لا مش موجود هاي ولكن إحنا ككنائسنا كلنا المطران بيوجهنا دائما إنه كل جمعة أول جمعة من الشهر بنعمل قداديس وبنناول المرضى في بيوتهم مشان يكون في وقت محدد. اللي هو أول جمعة من الشهر بعد القداس بنناول المرضى اللي ما بيقدروا يجوا على الكنيسة في المناولة في البيوت. طبعا الكنيسة يعني المارونية أيضا تتلى فيها لأنه بنورسات أكيد في المسبحة الرحمة بيعملها يعني طبعا بتبقى بالضبط تبقى هي تقويات الكنيستنا كقانون ما بتلزمنا فيها بصفي بقول لي أنا as you like حب ها بتصلي يعني زي المسبح الوردي يعني في كنائس بتلوها عنه وفي كنائس بقول لك يا عمي هاي مش بطقسنا فهي بس عشان الناس اللي بيستمعوا ما بيعرف التفاصيل هاي مهم جدا ان نوضحها يعني معقول ابونا وما بيعرف هاي صار يا عمي مهم هي مش بطقسه هاي مش هو سمع فيها لما كذا هيك بالضبط هلا احنا لما بنحكي قلب يسوع الاقداس بنحكي القلب العاطفي الحب والذي يقود إلى الرحمة تاليا وبالتالي زي ما استعرض أبونا فرح المزامير من العهد القديم ومع العهد الجديد بيسوع المسيح رحمة الله وحنان الله يعني قديش فيها التناغم بعاطفة الإنسان. في ناس بيقول يا عمي شو هاي ما سمعنا فيه إيش معنى قلب يسوع الأقدس؟ لأنه القلب يرمز إلى الحياة القلب يرمز إلى العاطفة والحب وتاليا ينتج بعد ذلك يعني إذا جاز التعبير حطينا سهم وين بيوصلنا القلب الأقدس الرحمة الإلهية يعني هو الشفيع الوحيد يسوع المسيح بين الله والبشر ليقودنا إلى إيش في النهاية الخلاص وسكن الملكوت اللي هو هدفنا الأسمى في النهاية نحن بدنا معلش ما بدنا ننسى أصدقائنا اللي بتابعونا هلأ الآن على الصفحة يولا حتر صباحك نور يا أختي يولا وخالد حتر ردينا زريقات وميخائيل صالح وإيفيت أبو زيد ومجدولين زيادات وريتا الريحاني وقيس النمري نهيل الصفدي خوري ومروان الصايغ وجولييت لطفي زيادة أماني الياس وماجد الصايغ صباحكم نور المسيح عليكم إلهام حنا شيبو وأيضا حنا قندح حنان قندح سهاونة وهيلدا زيادات ريتا أيوب وسلمى دبور يسعد صباحك يا حبيبتي برنامجكم كثير حلو وكله نور الله يحميكي أنت وأبونا جورج الغالي وهيلدا زيادات وجه صلاة الراحة الأبدية عطي يا رب ونورك الدائم فليفضلها فلتسرح نفسه بسلام الرب ابن بسلام الرب ابن الأب علاوي الله يرحمه جميع المنتقلين من إليك وأسكنهم في ملكوتك السماوي ومحمود صعوب يسعد صباحك دكتور وضيفك الكريم ومروان الصايغ كل الحب من أريزونا لعائلتي في أرميمين والفحيص أحلى صباح من مروان الصايغ لكل الأهل الرميمين والفحيص حط خطين تحت الفحيص أكيد لكل الفحيص وجناب الروني الصايغ السلام عليكم وجاكي حرب صباح الخير من لبنان لأهل الأردن الأحباء يسعد صباحكم وقسامر قنصل بالتوفيق يا رب ومروان أوكي وماجد البير تلا قلبي رحمة وحب لأني حصلت على كل الرحمة والحب من قلب فادية وإدي مشربش وسلمى دبور وإن شاء الله ما نسينا حدا سامر فخوري حكينا ولا لا يس فهدول كليات مين صباح الخير صباحكم نور وأنا بعتذر إنه مش كل بحلقة بكل حلقة عم نذكر الأشخاص لكن حقكم علينا
لأنه أكيد أنتوا لما بتتابعوا هذا البرنامج الصبح فأنتوا قاعدين عم بتكرسوا جزء من وقتكم أنكم تحضرونا وتحضروا الكلمة الطيبة الروحية اللي تعطيكم الزاد والمعرفة وأيضا في الأمور الروحية والحياتية. فصباحكم نور جميعا، نحن فخورين بوجودكم معنا دائما وفخورين بمتابعتكم إن كان على صفحتنا على فيسبوك وأيضا على تلفزيون نورسات الفضائية. فصباحكم نور أبونا، يعني متابعينا، نحن نجاح برنامجنا من المتابعين، فاستمرارنا هو بوجودكم، يعني لو ما في متابعة كان منقطع البرنامج وما منكمل، لكن هو استمرارنا ونجاحنا هو بفضلكم، فشكرا لكم. فأبونا هلأ قبل ما ناخد ضيفتنا من لبنان، من أبو ظبي، سوري من أبو ظبي، هلأ من أبو ظبي تخبرنا عن ضيفتنا قبل ما نطلع. نعم صحيح. الأخت ستيفاني هلسة من أخوات رهبات هذا من الكرك. نعم الأصل. الأصل. نعم بس عاشت كل حياتها بناعور. نعم. نعم. من طبعا الأخوات رهبات الوردية. نعم. تخدم بأبو ظبي، خدمت بمرج الحمام، تعرفنا عليها يعني بالأردن، وبتعرف في خدمة الراهبات متنقلة حسب رسالتهم تكون بالكنيسة في أبو ظبي. وتعمل بإدارة المدارس طبعا. نعم في أبو ظبي. نعم. مدارس رهبات الوردية. نعم مشهود إلها المدارس رهبات الوردية في الدول الخليج. أنا شهادتي مجروحة يعني ما أقدر كل أولادي فيها، يعني أحسن المدارس بكل الدنيا يعني مش بس بالأردن، يعني ما شاء الله رسالتهم الله يقويهم منتشرة كل العالم. نعم نعم بس عشان التوقيت شوي عندهم بكير، هلا بكونوا بعدهم بالقداس وبالصلاة، فبدي نعم. أحكي أنا شوي قبل ما نعم. هي يعني فضل. هي آخر إشي بالختام يعني نعم. حسب فضل. طلبها يعني حسب وقتهم والتنسيق معها. نعم بحب أتأمل دكتورة بالأيقوني، أيقونة نعم. القلب الأقدس، وهيك فيها كل هالخشوع والألوان، اللون الخمري مع اللون الذهبي يعني، وأنا بحكي هيك عم بتخيلها قدامي الأيقونة، وكل المشاهدين يعني بيستطيعوا بكل سهولة يكتبوا أيقونة القلب الأقدس هلا وهم ماسكين الموبايل. نعم. بتظهر معاهم مفعمة بالحنان والحب اللي احنا بنستقيه من تعليم يسوع المسيح بحياتنا. هذا القلب يعني النية الصافية اللي احنا بناخذها لبعضنا لبعضنا في حياتنا اليومية، كيف نعيش مفاعيل الرحمة الإلهية بحياتنا إذا احنا مش مختبرينها مع بعضنا البعض. أعزائي المشاهدين، نفتح قلبنا اليوم ليسوع المسيح، يشع هذا النور اللي داخل من قلب يسوع المسيح إلى كل إنسان الآن بسمع صلاتنا، كل إنسان الآن نحمله بقلب يسوع الأقدس يحكي آمين ويكون معنا. وبنخلي الآن توجه إن الأخت ستيفاني معنا دكتورة. نعم نعم الاتصال هلا جاهز. وبالنسبة للأيقونة اللي ما بيعرفها، هي الأيقونة هذه الرسمية ل قلب يسوع الأقدس، طبعا أنتوا بتشاهدوها، لكن هاي الأيقونة هي اللي بتشاهدوها مكرسة لموضوع العبادة قلب يسوع الأقدس، فهاي هي الأيقونة. وفي كان أيقونة أخرى اللي هو يسوع بشخصه الكامل كمان. نعم. ممكن بتشوفوها. نعم. لا يسوع هي مش عندي هون. نعم. لكن إن شاء الله منجيبها أو منحطها. نعم. الاتصال جاهز. هلا بالنسبة للاتصال، صباحك نور سيستر ستيفاني. صباحك نور. صباح النور. صباح الورد. احنا شاكرين اني بكرنا عليك شوي الاتصال. لا ما في مشكلة. الله يخليك يا مسير. الله يسعدك، تسلمي يا رب، وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح برنامج صباحكم نور من أبو ظبي تتكلمين. نعم سيستر، نحن في موضوع عبادة قلب يسوع الأقدس، فأكيد وأنت تقومين بهذه العبادة طبعا، وخاصة نحن بشهر حزيران يكرس هذا الشهر لهذه العبادة، فتخبرينا ماذا تؤثر عليك تلاوة المسبحة الرحمة الإلهية، ماذا يعني لك الصلاة من أجل قلب يسوع الأقدس؟ بالنسبة لي يعني هلا انا كاي يعني شخص مسيحي تربى في عائله مسيحيه، نعم ترعرعت يعني، وزي ما بقولوا رضعت عباده قلب يسوع وحب العذراء يعني مع حليب امي.
فكنا ومن احنا وصغار يعني تعودنا انه نطلع نصلي خصوصا اول جمعة من الشهر، وانه كثير مهم يعني وجود يسوع في حياتنا. نعم. لانه هو بحبنا اصلا يعني، فهو عم بنتعامل نحن من خلال قلبه ليسوع. نعم. فهاي العبادة كانت يعني انا كلي واهلي ولا نزال يعني نشكر الله من جيل لجيل موجودة هاي العبادة، وبجوز كانت موروثة لحد ما. نعم. بس طبعا انا بحكم خبرتي كراهبة صلي تقريبا قريب 40 سنة راهبة، هاي العبادة اكيد دخلت في صلب علاقة شخصية. نعم. فانا بالنسبة لي عم بتعامل مع شخص حي له قلب، يعني قديش مهم انه الانسان يعني اكيد ما ولا انسان بيعيش بدون قلب. نعم اكيد. فبالنسبة لي قلب يسوع هو الركيزة، هو السنتر، هو الاساس لعلاقتي بكل العالم. يعني عن طريق يسوع انا بتعامل مع العالم عن طريق محبته. نعم. فبالنسبة لي طبعا يعني اثمرت هاي العلاقة بانه اكون انا قلب يسوع للعالم، اني كيف يعني هو حبني، هو رحمني، هو صبور علي، هو سامحني. فانا بدوري بسعى، اكيد لساتني بسعى يعني سعيت لمده طويله ولا ازال اسعى لاخر يوم في عمري انه اكون انا قلب يسوع للعالم. يعني انا اكون رحومه، انا اكون سبب رجاء للعالم خصوصا في هذا الوقت اللي متخبط وفيه صعوبات وفيه ضيقات وفيه يأس. اكون نعم. انا قلبه ليسوع، احب ارحم اسامح ما اصدر احكام. يعني يكون الواحد دائما هو علامه رجاء وامل لهالناس. امين يا رب. شغله صغيره انه في عندنا في البيت نحن صوره بتخيل انه هي من 50 سنه موجوده في البيت، معلقه عندنا صوره قلب يسوع. حلو. وعندها شمعه مضويه على طول على طول. ما بذكر مره مرقت من هاي الغرفه اللي فيها هاي الصوره الا بقول يا يسوع بارك البيت اللي بيعبدك وبيكرمك. حلو. واكيد يسوع يعني موجود واكيد يعني بباركنا كلنا. أمين. وانا راح اطلب منه هلا خصوصي اليوم لحضرة ابونا جورج ولحضرتك استاذة باسمة ولكل اللي بيشتغلوا في نورسات انه يبارككم يسوع ويبارك رسالتكم احسنك ويملككم حب وسلام يا رب. تسلمي تسلمي يا سستر تسلمي. شكرا. تخبريني عن حياتك انت في بدبي بابو ظبي سوري بابو ظبي بالامارات، انتوا في المدرسه كيف عم بتعيشوا الحياه بالاجواء خاصه بدول الخليج؟ هلا اوكي الدنيا شوب عندكم حر يعني، لكن خاصه في اجواء كمان كورونا كيف كانت الحياه؟ المدارس كيف؟ هل عطلتوا مثل ما احنا عطلنا المدارس وصرنا كله اونلاين؟ خبرينا. شوفي هو كان في البدايه طبعا لشهر 3 السنه الماضيه كان في دراسه، بعدين مجرد ما أعلن انتشار الوباء طبيعي التزمنا الإجراءات اللي من الدولة يعني. نعم. وعطلنا فكنا أونلاين. نعم. اشتغلنا كل الوقت أونلاين. نعم. بس في بداية هاي السنة. نعم. كان في عنا خيار إما يرجع، يعني رغبة الأهل بيحبوا يرجعوا على المدرسة بيحبوا يكونوا أونلاين، فكان عنا في هذا التعلم الهجين. نعم. نسميه، فكان عنا طلاب وطالبات حبوا إنه يرجعوا على المدرسة، بس طبعا ضمن إجراءات احترازية عالية. نعم نعم. وفي تفتيش وتدقيق بيجينا كل أسبوع عشان نقدر نحافظ عليهم يعني. نعم. هلا الفترة كانت شوي صعبة بصراحة. نعم. زينا زي أي حدا بمر بهذه الانغلاق العالمي زي ما نقول. نعم. بس أكيد يعني هنا إحنا هون كرهبات مع بعض، يعني إحنا الكادر التعليمي أنت بدك تحاولي تقوي حالك من جوا عشان تقدر تقوي حواليك. نعم أكيد أكيد. يعني كان نشكر الله مش الحال، احنا لحد هلا لا نزال مداومين على فكرة. احنا نعم. لسه عندنا دوام. مداومين بالمدارس، هل في عندكم انتم التوجيهي او الثانوية؟ اليوم هلا لسه لنهاية 8/7 عندنا دوام مع الماس. نعم. ببلش. نعم. الله يعطيكم ألف عافية مسير، شكرا لوقتك على الصبح يعني، ونعرف وقتكم الثمين يعني أعطيتينا من وقتك مسير. تسلمي. إن شاء الله نكون أفدنا يعني. أكيد 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 تعطي الشهادة بكفي شهادتك يعني الجميلة اللي أعطيتينا إياه وشاركتينا فيها محبة كيف كنتوا تمارسوا هذه الصلاة وهذه العبادة وكيف أثرت فيك. وأكيد أنت راهبة من بيت مقدس يعني كمان من عائلة مقدسة الله. كمان تطلع رب. منه هذه نعمة كبيرة كمان للبيت وأهل البيت. نشكر الله. نشكر الله. مسير. شكرا مسير وسلامنا لكل الراهبات المرضية اللي عندك. الله يخليك يا رب.
سلام للجميع. شكرا ان شاء الله بنشوفكم بالاردن هيك بزياراتكم ان شاء الله عن قريب السنوية. شكرا الله يحميك. شكرا الله يحميك. شكرا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله معك. باي باي. مع السلامه. باي. الله معك. في معنا كمان مش رح ننسى اليوم حدا من الصباحات متبعة. علشان متبعة. باسم سواقد، ريبيكا عودين، صباحك نور يا ريبيكا حبيبتي، الله يوفقك، تتمنى لنا كل التوفيق في حلقتنا. وسوزان لازار وإيما إيمانويل ونجاة هندو، صباحكم نور. ويولا حتى يا قلب يسوع الأقدس ارحمنا آمين. وداني الصايغ، هلو أي أم داني فروم أريزونا، أهلا يا داني. كمان مدار الصايغ من رميمين وهن بوجودين بأريزونا. هلا إحنا يا داني ما بنعرف أنتوا عايشين هناك ولا رايحين زيارة، لأنه الوقت هلا بعتقد متأخر أنه صحيين لهذا الوقت، فممكن جتلاق عندكم للسفر الوقت. فطبعا أكيد إحنا شاكرين متابعتكم، وكل آل الصايغ من آل برميمين والفحيص أيضا لكم التحية من أهلكم في أريزونا. إيمان بهجة شرايحة، صباحكم خير وبركة. وسهام حدادين، صباح الخير والبركة. وسهام برو، صباح الخير والبركة من الرب. ونهيل الصفدي خوري، وريتا أيوب، ثيودور الدير وآخرين. باسمة شابو، ليونيت أبو جابر، صباحك نور يا ليونيت. أبو جابر عم بيشاهدونا وبيصبحوا على الجميع، يسعد صباحكم بنور المسيح. شكرا يا باسمة. ولينا أيوب الشحتيت، أهلا وسهلا بالجميع، بكل الأشخاص الموجودين على صفحتنا على نور ساد جوردن، وأيضا فيسبوك، وأيضا على تلفزيون نور ساد الفضائية وتلفزيون تيليلومير. أبونا اتخبرني، عبادة قلب يسوع الأقدس هي عبادة أنا بعتبرها أنها أوكي، هي إجت من إلهامات من القديسة اللي ظهرت عليها صورة قلب يسوع الأقدس، وطلب منها الصلاة من أجل هذا القلب، ومنها رأت الكنيسة أهمية هذه الصلاة اللي تعطي للإنسان قليل من الشحن، مشحونة يعني شحنة زيادة في الإيمان، أنه ينظر أني أطلع على قلب يسوع المحب اللي أحب البشرية، بحيث أنه بذل نفسه بهاي المحبة، بذل النفس والذات من أجل خلاص البشرية. فهذا القلب، هذا الجزء أنه أكرس له صلاة خاصة لإله. هلا في ناس ممكن تنتقد تقول جزأنا السيد المسيح، صرنا نعمل عبادة لقلبه ونعمل عبادة ل... في أعضاء أخرى، لا بس جروحات. نعم في جروحات كمان السيد المسيح، في عبادة وصلاة من أجل جروحات السيد المسيح. فالتجزيء هذا إيش الغاية منه يعني؟ أنا أبونا حكيت هذا الحكي بكل صراحة، لأنه السؤال يطرح ل خصوصا من الكنائس اللي يعني طلعت جديد، الكنائس المستجدة يعني، خلينا نحكي اللي ما بتتبع الكنائس الجامعة، بيسألونا دائما هذا السؤال. بداية بدي أميز باللغة العربية ما بين العبادة والتعبد. يعني احنا مثلا بنحكي بنتعبد لسيدتنا مريم العذراء، لكن ما بنعبدها، احنا العبادة هي لله وحده. هاي التمييز بالعبادة، نميز فيهم بهالمصطلحين بين التعبد والعبادة. التعبد هي هالتقويات اللي احنا بنحكيها، وليس العبادة، العبادة لله الواحد. ثانيا يعني جرت العادة والمؤمنين أنه الكلمة، يسوع المسيح هو الكلمة. يعني هو العقل المدبر للبشرية جمعاء وللخلق. لو بالعودة لسفر التكوين، في البدء لما الله خلق، خلق في مين؟ مين اللي خلق؟ بكلمة. الكلمة، من هو الكلمة؟ هو يسوع المسيح. فالعقل المدبر لهذا النظام كله، العقل يعني لما بنحكي العقل، ففي ناس كثير شالوا الشخصانية عن يسوع المسيح وجردوه من هذا القلب، هذه العاطفة. كل ما الإنسان حب يخضع كل الدين المسيحي كله برمته بعقائده بأسراره بكله للمنطق والعقل فقط، ودون النظر إلى موضوع العاطفة. من هون شاءت الكنيسة
أن تكرم هذه القديسة، شاءت الكنيسة أن توصل الرسالة التي أظهرها يسوع المسيح للقديسية من خلال أنه كرموا القلب العاطفي الحب، يعني ما تركزوا كل شيء على 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 العقل، اعملوا هذا المزيج ما بين الاثنين. مش احنا مش الكنيسة فصلت قلب يسوع وعقل يسوع وكلمة يسوع وجروحات يسوع، وفي في ناس بصير يقولوا يا عمي انتوا هيك عملتوا، لا، هي بس الكنيسة دائما لما بتشوف في مشكلة معينة بتقوياتنا بعباداتنا زي ما تفضلتي أنت بتطلع قانون بتطلع شغلة عشان تنظم العمل الكنسي عشان تشوف وين في جزء معين ما عم بنضوي عليه بشخص يسوع المسيح. زي ما تفضلت السير ستيفاني وحكت علاقتي مع يسوع كشخص مش كإله عايش بعرشه فقط وإله سرمدي ميتافيزيك إشي ما منتخيله، ما يعني إحنا بيسوع المسيح الإله تجسد. لماذا الإله تجسد؟ لأجل خلاصنا، القاعدة الأساسية، وأيضا يعطينا إحنا نوع من الارتقاء لهذا اللاهوت. يعني يسوع المسيح جمع ما بين اللاهوت وما بين الناسوت فأصبح الجسر العابر ما بين السماء وبين الأرض. بدون يسوع المسيح الوسيط الوحيد في الفكر المسيحي ما في خلاص للإنسان بدون يسوع المسيح. وفي الفكر المسيحي أرادوا هذه الإضاءة، إذا جاز التعبير، الإضاءة على الجانب العاطفي اللي كثير الإنجيل أظهره. يعني إحنا بنحكي من وين جبتوا هاي العبادة؟ أوكي قديسة طلع إلها ملاك ولا يسوع حكى لها إنه كرم؟ طب ما الإنجيل كلياته يسوع يعني كثير من المعجزات شو بتحكي بداية المعجزة؟ فتحنن عليهم فشفى مرضاهم. بكى يسوع، بكى، بدك أكثر من هيك عاطفة؟ قلب بكى يسوع. أتت مشاعر الغضب المقدس عندما شاهد ممارسات غير روحانية في الهيكل. كان عايش على الأرض كإنسان عادي بشري يعني. بالضبط. فلماذا لا نسلط على هذه التقوية، على هذه الممارسة الصالحة، بما إن إحنا من خلالها بنشجع المؤمنين والكنيسة بتحط قانون قاعد وبتقول لهم بتصلي 9 أشهر اعمل كذا. مو هذا الهدف شو؟ للناس تيجي تصلي. الناس اليوم بتقول أنا الأحد بشتغل وأنتوا بتصلوا يوم الأحد. عملت الكنيسة جازت صلاة يوم الجمعة مثلا. نعم. ما كان في زمان يوم الرب معروف هو يوم الأحد. نعم. ما في يوم جمعة صلاة. نعم. قداس أجازت الكنيسة. طب ليش أجازت؟ تسهيلا على المؤمنين. يا كمان أيضا اللي ما بيقدر يصلي كل جمعة حطت أقلها جمعة بالشهر، أول جمعة من الشهر. نعم. بتصادف أول جمعة من أي شهر، تعالوا اعملوا تقوياتكم، صلوا لقلب يسوع. شو يعني صلوا لقلب يسوع؟ مش أنا بحكي، أنا مش طبيب بشري أحكي القلب والكلية يسوع ونبع الحياة على القلب. يعني القلب بالزبط. هو ما دام القلب ضل ينبض، من وين إجت؟ ما دام توقف. نعم. القلب يموت الجسد. نعم بالضبط. من وين إجت هاي دكتورة؟ طلع على المزامير كليات كان يحكوا عن الكلية دائما كثير احترقت، يعني عن الإشي المؤلم بحياة كلياتايا، عن قلبي. فمش إحنا اللي جبناه. واتصر قلبي. بالضبط. مش إحنا اللي استخدمنا هاي المصطلحات. مش إحنا بنحكي سيف الحزن، حزني سيجوز في قلبك. نعم مخجل جدا دكتورة. نعم. مخجل جدا ومحزن جدا إن نصير ندخل المصطلحات العامية بالمسخرة والشغلة. أعضاء يسوع، أنا مش طبيب تشريح أعضاء، قاعدين بنحكي، إحنا بنحكي عن أقدس قيمة لدى المسيحيين هو يسوع المسيح. لا يجوز التهكم على 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 العبادات والتقويات. والكنيسة اللي ما عندها تقوية عند الكنيسة الثانية تحترم مشاعر المؤمنين. في ناس كثير بيقول لك طب هاي من وين إجت؟ طب ما في الكنيسة الروم الكاثوليك مثلا فيها أعياد مش موجودة في الكنيسة مثلا اللاتين. عند الأرثوذكس في أعياد واحتفالات إحنا كلياتنا جسد واحد، أعضاء مختلفة. وهذا كمان عودة أنه ليش قلب يسوع ليش هيك؟ كمان القديس بولس كان يشبه دائما الجسد الواحد بالأعضاء المختلفة اللي هو الجسد المسيحي. أتقول العين للنظر أنه أنا أهم منك أو أنت مش أهم منك؟ يعني إحنا قاعدين بنحكي كتاب مقدس دكتورة. نعم. للي قاعد بيسأل من وين إجت هاي العبادات. نعم بالضبط. ليش هاي المصطلحات؟ ليش بنحكي قلب يسوع؟ ليش بنحكي كليتي؟ ليش بنحكي نفسي؟ هاي كلياتها استخدموها الآباء القديسين الأنبياء، حتى زي ما حكى أبونا فرح، حتى من العهد القديم قبل تجسد يسوع. نعم. المسيح. نعم طبعا في
منرجع من نرجع لأصدقائنا اللي بيصبحوا علينا وعم بيطلبوا في بعض الأسئلة كمان أيضا طرحوا لنا. أنا في أسئلة بأخذها هلا منكم وبعطيكم كمان سؤال للي بيتابعونا على صفحتنا، إنه من الأصدقاء اللي بيتابعوا هلا الآن على صفحتنا بيقوموا بعبادة قلب يسوع الأقدس اللي هو بيمارسوا، إنه ملتزمين بحضور قداس أول جمعة من الشهر اللي مكرس لقلب يسوع الأقدس. فهذا سؤال أنا بطرحه للمشاهدين على صفحتنا على فيسبوك اللي بيتابعوا، راحت عليكم للي عم متابعين على تلفزيون نورسات، لكن بحب أسمع أجوبة. ومن الأشخاص الآخرين عنا إيمان بهجات مارلين الحدوة: يا قلب يسوع المقدس كن لنا حياة، أحلى صباح لعائلتي نورسات من مهد المسيح. تحية، أهلا فيك يا مارلين الحدوة مندوبتنا في الأراضي المقدسة، من حييكي في هذا الصباح ومن بيت لحم. فصلي لنا وصلي لكل أسرة نورسات، وأنت قريبة من مهد السيد المسيح ونحن قريبين من نهر السيد المسيح، نهر الأردن، النهر الذي تعمد فيه السيد المسيح. فيا قلب يسوع المقدس اجعل قلبنا مثل قلبك. لينا أيوب يسعد صباحكم جميعا. وفي سؤال من الأخت ندى رنا بتسأل أبونا، بتقول إنه طب هذه العبادة غير موجودة بالكنائس الأخرى، نعم. في بالمقابل موجودة عبادات شبيهة لإلها، يعني هلأ هي مش موجودة كمسمى وكتخصيص، نعم. ولكن هي ضمنيا موجودة بشكل أو بآخر موجودة. يعني هي ضمنيا موجودة من خلال اللي حكيته قبل شوي، نعم. إنه كيف إحنا قاعدين بنميز بين الكلمة الله الخلق الكون وما بين البعد الشخصاني في شخصية يسوع المسيح العاطفية المحبة اللي زي ما تفضلتي حضرتك كان إنسان كامل شابه، نعم. الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة، نعم. وكان إنسانا كاملا، نعم. نعم. فعبادة قلب يسوع الأقدس للي يعني بتشكك بهذه الممارسات، يعني أنا برجع بحكي زي مرة ما حكيت على موضوع العبادات إن كانت بالمسبحة الوردية وتلاوة المسبحة وإنه هذه تجوز أو لا يجوز، بيضل الموضوع تابع أو يرجع للإنسان المؤمن إيش بيلاقي نفسه وين. يعني في أشخاص يعني كثر وخاصة من كبار العمر بلاقوا، وأنا بحكي إنه خاصة كمان الستات يعني الأمهات والجدات والتيتات والسيدات بلاقوا صلاة المسبح الوردية هي أنسب صلاة لإلهم، بتحقق لهم الرضا الذاتي، يعني بتحقق لهم الهدوء والسلام القلب عند تلاوة المسبحة الوردية. يعني مثلا الماما ما بتنام إلا لما تحكي المسبحة الوردية على نورسات، بتحطها وبتتلي الصلاة، بتلاقي راحتها، بتنام بسلام. يعني هاي هي الطريقة. هلا هاي الطريقة صحيح وكنائس أخرى تقول لك إنه هذه عبادات غير موجودة وإلى قديسين ولا قديسات ولا ظهورات ظهرت لفلان وفلان وفلان من هالقديسين والقديسات وصرنا نتبع من وراء الظهورات والالتزام بالإنجيل المقدس. أنت وين بتلاقي حالك بأي عبادة؟ أنت كيف بتلاقي حالك بأي صلاة؟ أهم إشي النتيجة. شو النتيجة؟ تعطيك سلام للقلب، السلام الداخلي، السلام الروحي، الرضا، الاطمئنان، الهدوء، هدوء النفس. شو هي الصلاة اللي بتعطيك هدوء النفس؟ في ناس بتعمل المسبحة الرحمة الإلهية، ما بتعمل المسبحة العادية المريمية، ناس بتعمل المسبحة المريمية، ناس بتصلي صلاة مفقرة من الإنجيل. فكل إنسان حسب يعني ما يرى مناسب لإله وحالته. فإحنا ما بنقدر نقول إنه شو الصح والخطأ، يعني ما بنعرف شو الصح والخطأ، ما بنقول إنه هذا صح 100% هذا خطأ 100%، لأنه فيش حقيقة مطلقة، فيش حقيقة صح 100%. حتى النظريات العلمية وحتى بس يسوع المسيح هو الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة هي يسوع المسيح، يعني هو وجود ربنا لا مطلق إلا الله. هذه الحقيقة المطلقة، الحقيقة المطلقة الحياة والموت، هاي حقيقة مطلقة. لكن إيش الصح وإيش الخطأ، هاي العبادة صح وهاي العبادة خطأ، لا ندري. المهم يعني تقودنا دكتورة ليسوع. النتيجة وين؟ النتيجة إلى أين تقودك؟ إذا بتقودك إلى سلام، بتقودك إلى المحبة، بتقودك إلى عمل خير أكثر، بتقودك إنك أنت تشعر بالرضا، بالقناعة، بالهدوء، هون لازم أنا أشوف إلى أين تقودني هذه العبادات.
لما بصليها. فما في واحد يحكي لنا يقولنا انه خطا ولا صح ولا شو يا ابونا. 100% ابدعتي. ما بعد كلامك كلام. لا يا ابونا الله يسعدك، نحن زي ما بنكلم نتعلم منك. الله يخليك. منكم انتم ابائنا اللي دائما تعطونا الالهامات والكلام الجميل. اخر سلامات، ليس عبادة وإنما احترام ومحبة وتقدير لما عمل من أجلنا. نعم صلاة صحيح. قلب يسوع المقدس أكيد احترام ومحبة لأجل اللي فدانا، أي رد جزء بسيط من اللي عمله من أجلنا. شكرا يا سعاد ميخائيل. وأيضا أمال السلمان بتقول إنه أنا أصلي كل يوم جمعة، وخصوصا أول جمعة من الشهر صوم وصلاة ومناولة، وأصلي مسبحة يسوع وطلبات قلب يسوع المقدس. يعطيكم السلام والأمن لكم وللعالم أجمعين. وأيضا عندنا إن التزام، أنا ماجدة البير بتقول أنا ألتزم وأصلي من أجل العالم لتعرف الحب والرحمة والكلمة الطيبة والصدقة والإحسان. أبدعتي يا ماجدة. وأيضا باسمة شابو ربنا يقويكم ونور عقولنا وبكلام المسيح والإنجيل، من إخوتنا العراقية دول ماجدة باسمة شابو. ومارلين يا قلب يسوع كن لنا حياة. ومين أيضا، أنا بصلي كل يوم حتى من لما أنام بحطها على تليفوني بسمعها وأنام برتاح كثير، باسمة شابو. وميري سمعان تصبح علينا الجميع. فمثل ما حكيتكم باسمة شابو المسبح الوردية وقلب يسوع الأقدس. أين يجد الإنسان نفسه بأي عبادة أو أي صلاة أو أي، يعني لما منقول عبادة هو عبادة ربنا، إحنا ما منعبد إشياء أخرى، عبادة واحدة هي عبادة ربنا يسوع المسيح. لكن إحنا منقول الصلاة إكرام لا قلب يسوع، إكرام للسيد المسيح، إكرام لمريم العذراء. نحن نكون لهم الإكرام والمحبة ونعبد الرب يسوع المسيح. فنحن لازم نفرق بين ما نقول عبادة وتعبد مثل ما حكيت أبونا، وأيضا احترام وإكرام. فأبونا كلمة أخيرة قبل ما ننهي. نعم ننهي بالصلاة إذا بتحبي، لأنه ما ضلت نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم. اذهبوا بسلام المسيح. آمين يا رب. فمنحييكم منحي كل اللي كانوا على البث المباشر واللي أطلقوا هذه الحلقة، وكل أشخاص واللي تابعونا على صفحتنا واللي كانوا معنا وبعتوا سلاماتهم ورسائلهم المحبة. منقول لكل الأشخاص اللي بيتابعونا صباحكم نور، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بنفس الوقت يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. فبانتظاركم. صباحكم نور، إلى اللقاء.